السلام عليكم ورحمة الله أحبابنا أصحابنا، حابين اليوم نوريكم كيفاش نستحفظوا بالكراب. هام ليكم كيفاش نستحفظوا بهم يقعدوا حيين عايشين. أنا عندي رامي طول وكثر من شهر. شوفوا نحكموا بدون نثقبوا هذا الغطاء تاعو هكذا، تحب تزيد تكثر له نزيد له وعاد التهوية برك. بون هذا من سيدي بونج قطعناهم سيدي هكذاك شغل لي روشي هاني هنايا وين قطعتهم باش ما يقعدوش كاري، نديروهم في الماء تاع البحر واعصر. خيرو لي بونج لي مع تطلقو يعاود يحكم لافورم تاعو باش هذاك لي تعصرو يقعد مكمش. ها ثم ثم يولي هو هو. ها وحط له هاذي ها هنا باش يقعدو يمشيو ما يقتلوش بعضهم ما يضربوش مو ونحكمهم. ما جبناهم كان لي راه مقدم عندهم هاذي مدة كبيرة وكان لي جبتهم اليوم. كيوعد البحر كالم نروح نخير نجيب حبات هاذي دوك يقعدو كشو راهم في لي روش ونغطيو عليهم مغلق عليهم هكذا باش ما يخرجوش. بيدونا ونورما تاع لابين تاع 10 لترات تحب دير تاع 20 لتر وتديه معاك للبحر كي تروح تصيد تديها هكذا كيما راه تصيد باش تصيد عاود تقلبها معاك. وكل ربع ايام خمس ايام نحلو المغطى هذه سمحوا لي شوف فوالا نحلوها نحيو لي بونج هذم نحيو لي بونج هذم نديروهم داخل الماء تاع البحر راه الماء تاع البحر. ها باريزون نحوهم قاع ونحو الكرابة ثاني نحطوها في كشمة بيدون كيما هذا نشلو البيدون تاعهم ونعاودو نغسلو لي بونج هذوك نغسلوها هكذا داخل الماء هذاك جديد ونعاودو نرجعوها باش هي تقعد تشرب منو. اعصر هكذا كيما راني نعصر انا هكذا صاي خلاص يقعد هذا شوية تاع الماء صاي هكذا. هذوك نزيدلو شوية نزيدلو واحد ربعة هكذا ولا تاع لي تاع لي بونج هذا. والله العظيم غير يعيشوا حتى وين تكره منهم كيعود موفي طون كيعود تروح تصيد بيهم ملاح بزاف. والرجاء خوتي ما تسكنتيهاش برك ماشي كي تعود هكذا صافي دير 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 ومن بعد تهملها تموت ولا. هاو الماء تاع البحر هذا وين جبت جبتو معايا هذه كانت عندي شويه قديمه نعد درت المقرعه ونوصل لهنايا شللت هذا هاني عاود رجعتهم وقرعه وصلنا على واحد ربع ايام هكذا نعاود نطويهم وغلق عليهم وحطهم في بلاصه وخليهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.